تفضل سي رشيد. السلام عليكم الاخوان، تحيه كبيره لكم. شكرا للمنبر عبر اللي دخل معنا على الخط ديال هذه القضيه واطوار قضيه مستثمر مغربي تعرض للنصب والاحتيال من طرف للاسف الشديد مسؤول بمدينه بني ملال. الامر الكارثي هو ملي كنلقاو مسؤولين يقومون بعمليه نصب واحتيال على مواطنين مغاربه وعلى مستثمرين في الوقت اللي ملك البلاد حفظه الله يحث على دعم الاستثمار، نجد بعض المسؤولين يقومون بعمليات احتيال ومحاولة للأسف شديد يعني كيحاربوا الاستثمار وكيحاربوا أن المواطن المغربي أنه استثمر في بلاده. نهضروا على واحد الشاب مغربي اللي جاء لمدينة ومب مدينة بني ملال، تواصل مع هذا المسؤول بمدينة بني ملال بالجماعة، عضو بالجماعة من أجل وبرلماني سابق، من اجل انه يكتري واحد البقعه ارضيه او هونغار باش يدير فيه واحد البروجي ديالو. بالفعل هذاك البرلماني السابق كيمشي مع هذا السيد وكيوريه واحد اللوكال عنده، واش قانوني او غير قانوني ان برلماني ومسؤول سابق مسؤول حالي بعضو جماعه انه يكون عنده في الحي الصناعي في الوقت اللي هو خاصو يقلب على ابناء المنطقه انهم يستثمروا انهم يفوزوا كيفوز هو بمثل هذا الهونغار. المهم مشى وراه الهونغار في حي صناعي بالفعل، وراه عجبو السيد، تواصلت زقاو الامور على 24000 درهم. ما فيش حي صناعي، في قرب حي صناعي. لا حي صناعي. قرب حي صناعي. حي صناعي، حي صناعي، حي صناعي، 24000 درهم و 8000 درهم الشهرية. كيتفاجئ هذا السيد ملي مشى بغى يريق الوريقات ديالو باش يبدا الخدمة، كيتفاجئ أن يعني الهونغار اللي وراهم ماشي هو هذاك، وان المكان اللي في العقد اللي دار معاهم في العقد مكان في منطقه فلاحيه يعني مجاور لهذاك الحي الصناعي. هنا 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 يعني كنشوفوا بان هذا السيد ما كانش صافي نهائيا، علاش وريتيهم هذاك الهونغار وعلاش عطيتيهم في العقد مكان اخر اللي هو في منطقه فلاحيه واللي هو مؤكد كنت عارف انه ما يمكنش يدار عليه البروجي، لان البروجي في منطقه فلاحيه اكيد ما غاديش تعطى الوثائق والرخصه. هذا السيد هذا بدا كيخلص هذيك 8000 درهم رغم انه ما خدمش نهائيا وما دخلش لهذ البقعه هذا الهونغار ولا هذ البقعه الارضيه مده ديال 3 سنوات من 2016 ل 2019 هو كيخلص في الوقت اللي بارك كيقول لي بان غادي نجيب لك شي وريقات نقاد لك شي وريقات نجيب لك شي وريقات نقاد لك شي وريقات ما دار معاه حتى شي واحد. ناض هذا السيد هذا جاب واحد الشركه قامت بانجاز بعض الحيوطه، جات السيد القائد او قائده انذاك ريبوا هذاك الشيء في الوقت اللي هو كاري السيد، ولكن السيد اكيد مشى دار بروجي في بلاصه اخرى، ولكن بقى كيخلص شهريا كيخلص هذيك 8000 درهم كيأدي كيأدي الناس ديال المنطقه. شوف المنطقه ديال بني ملال كنعرفوا مظريفين ولاد الناس كيخافوا ملي كيسمع راه برلماني سابق ومسؤول حالي وعضو جماعه، وهذا السيد راه فين ما يمشي على شي ورقه ولا شي وثيقه ما كيتساهلوش معاه نهائيا. علاش؟ لان عنده خصام مع هذا السيد هذا، يعني ولا عنده مشكل حتى انه يجلب ورقات كل شيء تسدو. وكذلك هذا السيد بما انه برلماني سابق راه عنده نفوذ وعنده الناس ديالو، انا راه ما غادي نصور معاه والو ديال العقليه ديالنا. هذا السيد هذا من بعد واحد المده ومن بعد ما سال الوقت ديال العقد وهو خدم في واحد البلاصه اخرى سهل عليه الله تعالى، كيتفاجئ ان هذا السيد بهذا الشيء كل شيء اللي قام به وهذا الشيء اللي دار رفع عليه دعوه قضائيه كيطالبوا بالخلاص انه يخلص، وعنده ما يثبت انه خلص في هذيك المده، ولكن كيطالب هو بالمده اللي من مورا 2019 اللي تقريبا حدود 55 مليون. 55 مليون السيد ما خدم ما ردم، غشيتي قلتي لي. شوف حنا اليوم كمنظمه حقوقيه الهدف ديالنا هو اننا نحارب كل من يحارب الخطابات الملكيه، كل من يحارب السياق اللي غدا فيه البلاد ديالنا، كل من يحارب التوجه الملكي، لان الملك يحث على دعم الاستثمار
وانهم يساعدوا ويسهلوا المساطير المستثمرين، وكنلقاو مسؤولين كيديروا عمليه نصب ضد مستثمرين مغاربه. حنا اليوم كمنظمه حقوقيه دخلنا على الخط من اجل اننا نوضعوا الملتمس ديالنا لدى محكمه النقد، ومن اجل ايقاف التنفيذ ديال الحكم الاستئنافي، الحكم الابتدائي والاستئنافي اللي للاسف الشديد السيد لم يتوصل باي اشعار، وربما كانت هناك امور احتياليه لان السيد في محل والاشعار كيوصلوا في محل، فالسيد لم يتوصل باي اشعار. شكرا جريده عبير حول هذا الموضوع المتعلق بالنصب والاحتيال، كما جاء في شكايه ديال الشركه يعني المشتكيه لهذا الملف كيرجع لسنه 2016. كان تبرم واحد عقد بينه وبين هذه الشركه، الشخص النافذ اللي هو صفر كلمه المعروف بمدينه بني ملال برلماني سابق. هذا الشخص هذا اللي هو براسه ما عارفش فين كاين الارض ديالو، مع العلم انه برم واحد العقد ما بينه وبين هذه الشركه، كما هو الثابت شهاده اداريه بين يديه اللي هو براسه تقدم الى السيد رئيس الجماعه وكيطالبوا من خلالها باش يوريه هو فين كاين هذا العقار ديالو. فكان الجواب للسيد رئيس الجماعه هو ان نعم اسمح لي باش نوضح اذا سمحتي، تبين ان العقار موضوع الطلب يوجد خارج المنطقه الصناعيه التي توجد في حدود الشماليه. كيف عليك انتيا كتكري لواحد الناس واحد العقد وكتمشي تسجل معاهم انت براسك ما عرفتيش؟ والجواب كان سيدي في هذه السنه اللي هو 23 مايو 2024، لا يعقل على ان هذا الشخص كيكري وكيبرم عقود هو براسه، تقدم للجماعه كيسولهم فين جات الارض ديالي، يعني هذا استهتار ونصب بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الاخطر من هذا هو ان هذه الشركه يتواجد مقرها الرئيسي بمدينه الدار البيضاء، يتفاجؤون بانهم تم التبليغ ديالهم في واحد العنوان اللي هو كيوجد في بني ملال. لقيت اللي استفسرنا احنا صاحب الشكايه او المتضرر او المنصوب عليه كيقول لك انا لا علاقه لي ببني ملال، فهناك شبكه خطيره من اللي تتعمل على تزوير الحقائق وتضليل العداله. فكما قال الزميل ديالي نحن كهيئتين حقوقيتين ومشكورين الصحافه الوطنيه، لان ما يمكنش حقوق الناس وعلى قولة الله اكبر تضيع. السيد السيد اللي غتأزرو قال لكم بما انني بحال مع السيد برلماني وعضو قال لك كاع البيبان يدقهم والو. دابا حنا باش نوضحوا هذه النقطة، هذا في المخيلة ديال هاد الناس، هاد النصابة، هاد الناس اللي كيقولوا عندهم نفوذ. حنا عندنا دولة الحق والقانون، والقانون يضرب بيد من حديد على كل من سولت النفس ديالو استهتار بالاستثمار او بالامور المتعلقه باموال الغير او الى اخره. الغريب هو اننا كنشوفوا هاد الناس هادو اللي هما تقلبوا على الربح السريع كيديوا الرزق ديال الناس، وكذلك كيقوموا كيمشيوا باش كيضلوا العداله وكيربحوا احكام. فإن العدالة يعني كتعامل بوثائق، وهناك وثائق مزورة، وأقولها من هذا المنبر يجب فتح تحقيق معمق مع الشخص هذا. وثانيا كنعرفوا هذا كانت هناك يعني دوريات وزاريه اللي كتحت يعني حتى شي مسؤول يستثمر في المنطقه اللي هو فيها، فكنشوفوا هذه الامور يعني خارجه عن السياق، وهناك ربما عدد كبير من الضحايا بالجمله. هنا تنشوفوا وهذا الشخص اللي من 2016 هو يعني كيسارع هذه الامور باش يوضح باش ياخذ الحق ديالو، فاذا به يفاجأ انه مطالب بتسديد مبلغ 55 مليون، مع العلم ان مده العقد من سنه 2016 الى 2019. يعني السيد قال ما كاين باس الخليفه على الله، فاذا به يفاجأ بالاستدعاءات اخرى والمثول امام المحاكم الموقره. فهذا الشخص هذا يعني يعني يبغى يوصل الصوت ديالو للعداله، وكل ما قلناه من كلام فعندنا عليه الثابت، واي جهه يعني بغات هاد الامور او تحقق معنا فيه فما علينا الا ندليو بهادشي اللي صرحنا، وحنا تنامنوا بالقانون في هاد البلاد السعيد على قولة الله اكبر. وشكرا. شكرا لك. شكرا لكم كذلك انتم كصحفيين، فهذا هو الدور ديالنا اليوم كمنظمات حقوقيه، وان حتى شي واحد ما يتظلم، وان ما كاينش شي واحد اليوم اللي ممكن انه يستغل يعني النفوذ ديالو او السلطه ديالو، للاسف الشديد قدروا انهم يستغلوه من اجل الاستيلاء على المشاريع. فاليوم ما يمكنش لنا نسمحوا لهم انهم يعني ينصبوا على عباد الله، وذلك في اطار محاربه الفساد. وتحيه لكم. كلمه ختاميه سي